رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وهناخد أول اتصال دكتور رؤوف رشدي. وهو الحقيقة أنه رجل متخصص في الطب وجراحة، لكن الحقيقة أنه هو صفحته عامرة، يعني تدخل صفحته تستفيد جدا منها نصايح، ومنها في بعض الأحيان نقد لبعض السياسات، في بعض الأحيان بيقول أفكار رائعة وبناءة، في بعض الأحيان بيقول نكت دمها خفيف وتحمل في طياتها بعض التفاصيل، يعني من الشخصيات الحلوة. احنا بقى عايزين نقول من خلال برنامجنا، من خلال بلاد طيبة، إن يا ريت تبعتولنا على صفحتنا، صفحة بلاد طيبة ومصر قريبة، ابعتولنا اللي عنده أفكار جديدة جديدة يقولها، واحنا اكيد لو الاقتراحات دي يعني نالت الاعجاب واتناقشنا فيها ممكن نعرضها جدا ونعمل تليفون زي ما عملنا كده تليفون مع دكتور رؤوف رشدي. يا دكتور الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ مستر زريم، ازي حضرتك؟ اولا احنا اشكرك اصدقاء على من خلال الاستضافه وفرحتي جدا. دوار العمده، احنا اصدقاء، ودوار العمده ده اه جروب طبعا لذيذ طبعا، كده خرج من اسكندريه وانتشر في مصر كلها. طيب انا سعيد بالمداخله دي جدا يا فندم، اشكرك جدا على انك متابعه صفحتي، شرف كبير ليا. اولا احنا نور، مخرجتنا كانت عايزه حضرتك تبقى موجود معانا، فلو ان شاء الله وقتك يسمح انك تبقى موجود لازم تبقى موجود معانا، ان شاء لان انا الله عارفه ان ان شاء عندك الله. محاور كتير جدا نحب نتكلم معاك فيها، وبالذات في السياحه. تحت امرك. خلينا نبتدي كده باللي لفت نظري قوي وعجبني، ورحت حتى مسجلاها في وقتها وبعتها على جندي وعلى نور وعلى ياسمين، انه عايزين النقاط دي حضرتك تقولها كده قبل افتتاح المتحف المصري. اولا انت عارف في ناس كتير ممكن تيجي تقول لك ايه، طب هو درس ايه، ليه دعوه بالسياحه ولا لا؟ لا، الموضوع خرج خالص عن النطاق ده، ان احنا الباب مفتوح للجميع اللي عنده افكار بناءه بنحب نسمعها، وده من خلال سفر حضرتك الكتير، ومن خلال متابعات حضرتك، ومن خلال انك بتحتك بثقافات كتير وشفت ناس بتصنع سياحه وهم ما عندهمش المقومات. فخلينا نتكلم على النقاط اللي عند حضرتك دي ايه. اشكرك جدا يا فندم. الحقيقه انا يعني الحمد لله سافرت لدول كتير جدا في العالم، اكثر من حاجه و40 دوله، وشفت ما يسمى بعناصر الجذب السياحي، وكنت بحاول اعرف يعني ايه، يعني احنا ليه هنروح هنا، انا ليه هزور المكان دوت، بالذات تجربه السياحه الاسبانيه. الاسبان ما عندهمش حاجه اصلا تكتشفيها، بس قدروا انهم يبقوا الدوله الاولى سياحيا عن طريق معادله معقده جدا مما يسمى عوامل الجذب السياحي الغير التقليديه. علشان ما اكونش بنظر كلام في الهواء، يعني انا اتمنى كل الناس دلوقتي، يعني كل الناس بمعنى كل الناس، الاطباء والمهندسين وبتوع السياحه وطلبه الكليات السياحيه، يشحذوا افكارهم لخلق ما يسمى افكار غير تقليديه جديده لجذب العمله الصعبه لمصر. على سبيل المثال، انا اعتقد ان تنظيم احتفاليه المتحف الجديد بعروض فنيه بدات، وده انا اقترحته من حوالي سنه، وللامانه اقترحه ايضا المؤرخ دكتور ماجد فرج، وقال ان احنا نعمل سلسله من الاحتفاليات للقطاع الخاص في اوروبا في الاماكن الاثريه. كويس. انا اتمنى بس ان شركات السياحه يبقى عندها البراح انها تعمل تذكره شامله الطيران والاقامه وافتتاح المتحف، لان الاجانب يهمهم قوي الباكج، ان هو مش هيجي بقى هنا وبعد ما يجي ما يعرفش يخش المتحف. ده ينقلنا عن الفكره الثانيه، ان زي كل متاحف العالم، زي برج خليفه في دبي، زي برج ايفل، احنا بنشتري هنا في مصر التذاكر اونلاين بالدولار عشان ما نقفش في الطابور هناك، وعشان نلاقي وعشان الميعاد يناسب جولتنا السياحيه. فانا اتمنى طبعا، وده مؤكد، ان المتحف هيكون له موقع لبيع التذاكر، سواء تذاكر فرديه او عائليه او تذاكر للافواج اونلاين، وده هيبقى عامل جذب للعمله هو الصعبه. نوعا ما الفكره دي يا دكتور ابتدت، بس يمكن يعني بتحرج لسه، لكن ابتدت من حكايه تذاكر دخول المعابد وغيره، اعتقد ممكن اونلاين، بس هي فكره ان يبقى في سايت للمتحف يبتدي بدري بدري والناس تدخل عليه وتحجز من خلاله، دي احسن حاجه، حتى تحجز الاوتيل من خلاله، تحجز كل الرحله الباكجز اللي حضرتك بتتكلم تمام. عليها دي. اتمنى ايضا الاعلان عن مزاد دولي عالمي لبيع ما يسمى بتيكت نمبر 1، ايوه التذكره رقم واحد، لان الشخص اللي هو هيبقى معاه التذكره ديت هيفتخر بيها وهيورثها لاولاده ويقول انا اي واز ذا نمبر 1 فيزيتور تو ذا جراند وقت ايجيبشن الافتتاح. ميوزيوم. صحيح، الاعلان عن مزاد دولي لشراء حلو قوي التذكره دي. دي هيجذب مليونيرات كتير، والمزاد
الانتاج يكون هنا في مصر كلهم هيجوا فيه، وما يهمش احنا هنكسب منها كام بقدر ما هنكسب من الضجه المصاحبه للفكره. فكره رائعه. اتمنى كمان ان يكون فيه بجوار المتحف، بلاش نقول جواه، المنطقه كبيره جدا هناك، ما يسمى بلوكيشن، بلاتو لوكيشن، وده موجود في استوديوهات مثل جولدن ماير، موجود في اليابان وفي هولندا. نعمل فيك قطع اثريه مقلده وفيها اللبس وفيها الراكورات وفيها ناس بيعملوا ميك اب ومصورين محترفين، بحيث السياح يعملوا فوتو سيشن كامله. ده موجود في تركيا زي ما انت عارفه. أيوه. موجود عندنا في شارع المعز، بس جهود فرديه على استحياء انه احنا ممكن نعمل. لا تبقى ازياء بقى معموله تصميم. أيوه. كويس، والفينشنج بتاعها نظيف، ويكون قريب من المتحف. أيوه. انا بتكلم عن تصوير بموسيقى مصاحبه بميك اب، بحيث الناس الزوار وده الشباب دلوقتي بيحب قوي يتصور قوي، وبيحب يعمل فوتو سيشن، وتبقى تجربه جديده عليهم طبعا. واعتقد ان لو اتعمل لها دعايه على الانترنت هيبقى لها تجنن كتير. الحاجه الخامسه، اتمنى ان يبقى عندنا اعلان عن جائزه طيران مجاني لاول 10 تذاكر بعد ما نعدي مثلا 100,000 تذكره او 200,000. حلو. ان ازاي الرقم 200,000 وواحد او النص مليون او الاول خمسه اللي بعديه دول هيجوا لنا ضيوف مجانيين، ده هيحفز الناس انهم يجوا ويشتروا ويشوفوا اماكن اخرى. اتمنى كمان التعاقد مع اقسام علم المصريات الايجيبتولوجي في كل جامعات، في كليات الاثار في الجامعات الاوروبيه وفي استراليا وفي كندا، ان عندنا تذاكر لطلبه الاثار مخفضه. يعني اي طالب بيدرس اثار او ايجيبتولوجي في العالم احنا هيكون ضيفنا بسعر اقل من السعر الزائر الطبيعي. ممتاز. ان حتى اللوفر دلوقتي، انا لما رحت اللوفر ولادي دخلوا بتذكره لانهم طلبه بتذكره، يكون له علاقه بالميتافيرس او الواقع التخيلي، بحيث الناس ممكن يعملوا زياره وهم قاعدين مكانهم على اللابتوب بتاعهم. هنقول انها بخمسة دولار ب 10 دولار، بس يكون فيها شرح وجايدنج باللغه اللي هو يختارها. النهارده الميتافيرس مهم جدا. عايز اقول هنا معلومه ان اول حفله فرعونيه على الميتافيرس او الواقع التخيلي عملتها الصديقه وهي معانا في الدوار برضو الدكتوره ميال محي الدين، عملت حفله عرض من اسبوع وانا حضرتها. على الميتافيرس اللي هي الفي ار فيكتشر، يعني مش عارف دي هتبقى معقوله ولا حاجه مجنونه. ان احنا نعمل عمل محاكاه تمثيليه لموضوع اللف المومياء. ايوه، التحنيط والنوم في تابوت مقلد والتصوير اثناء الكتكوت. فكره تجنن يا جماعه. الناس هناك مهووسين بالحضاره بتاعتنا، ويجب علينا ان نستغل هذا الهوس تجاريا. يعني ما ينفعش نبقى احنا في الصين بيبعتوا جواسيس يعرفوا هيعملوا ايه السنه دي في فانوس رمضان، يعملوه نانسي عجرم ولا محمد صلاح. ايوه عايزين يبيعوا. ايوه صح، بيدرسوا السوق كويس قوي اللي هيعملوا له المنتج. بتعمل السلعه بعد ما تدرس احتياجات البشر لشراء هذه السلعه. لا، وفكره كمان يا دكتور رؤوف، اتفضل. الحاجه الاخيره، اتمنى بقى في ده كله ان يكون في هامش كبير للقطاع الخاص، وباعفاء ضريبي مناسب، وبتشجيع جدي ومن غير معوقات، عشان الشباب ينطلقوا من خلال جمعيات خاصه ومؤسسات قطاع خاص انهم يسابقوا ويعملوا افكار من دي على الانترنت. يا دكتور، هي دي تمنياتي واحلامي. اولا دي شويه افكار حلوه حلاوه، لان احنا دايما مشكلتنا فكره التسويق. احنا شاطرين وعندنا المقومات وكل حاجه، بس ما اعرفش عندنا في عائق كده او في جاب كده، مش عارفين نوصل للناس بشكل جيد. لكن اللي حضرتك بتقوله ده، فكره ان السائح مش بس بيتفرج، ده بيشارك وبيعمل تحنيط وبيقف يتصور لابس الزي المصري القديم، دي حاجات بتخلي الناس اللي حتى مش غاوي اثار ولا حاجه يروح يخش ياخد التجربه بس في حد ذاته. احنا ممكن نخترع في الصحراء عندنا مقابر فرعونيه وهميه، البحث عن المقابر، ونغطيها تاني وندفنها تاني، ونعمل رحلات للطلبه الصغيرين لاكتشاف مقابر وهميه. والله في شويه افكار حلوه حلاوه. ما يسمى بسياحه السيميوليشن او سياحه التقليد، المحاكاه، سياحه المخاطر او المحاكاه. احنا عندنا افكار لا تنتهي لا تنتهي. بس فكره حلوه برضو المقابر المستخبيه. اهم حاجه نعرف الشريحه اللي جايه ايه.
يعني الطالب الصغير عايز ايه، المراهق عايز ايه، الشخص الكبير في السن لازم يتعمل سيرفي كبير جدا. ال 60 وال 70 دوت محتاج يكون فيه مكان للكرسي المتحرك، طبعا لا اعتقد المتحف الكبير مثلاً. لا المتحف الكبير جاهز لاستقبال يمكن كل الاعاقات او كل لكل ذوي الاعاقه. انا متاكد ان هو ده حقيقي، طبقا للمواصفات العالميه وكونفدريشن معتمده، ده حقيقي، ولصوم البكم كله. طب انا اولا احنا يا دكتور كنا عايزينك كمان في جزئيه ثانيه، لكن خلينا ناجلها شويه لان انا شكلي تعبتك معانا، بس يا اما حضرتك تفضلنا نفسك وتيجي لنا حلقه، يا اما هناخد منك مكالمه ثانيه تتكلم عن الصناعه المصريه. لازم لازم، بس احنا علشان الوقت وكده. اشكرك جدا، نورتنا يا دكتور رؤوف، ورب يكمل فرحتنا بالانجاز الكبير. ان شاء الله ان شاء الله تبقى احتفاليه عظيمه يا رب ان شاء الله. ميرسي يا دكتور رؤوف رشدين، بشكرك شكرا جزيلا. بصوا بيتكلم ازاي، وبصوا الوطنيه عامله ازاي، وبصوا الافكار، يعني هو ده راجل طبيب وجراحه، المفروض انه بالذات الطب ده يعني ما فيش واحد ما بيعرفش يقوب كده يبص على اي حاجه ثانيه، لكن بصوا هو قلبه على البلد ازاي، وحدث زي ده العالم كله مستنيه مش المصريين بس، وعمال يفكر في افكار وجمع كل عصاره زياراته للدول اللي بره وعمل الحكايه دي. طيب انا